مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. تبقى طيلة أيام هذا الأسبوع الأجواء صيفية عادية تقريبا، درجات الحرارة حول معدلاتها، أحيانا تصبح حارة نسبيا، إذن صيفي عادي إلى حار نسبي أثناء النهار ولطيفة إلى معتدلة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد. يوم الأحد أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة حول معدلاتها، المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 33 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 31-21، والمرتفعات الجنوبية 29-19، والأغوار البحر الميت 39-28، وأجواء حارة، وأيضا أجواء حارة في العقبة 41-29 درجة مئوية، البادية الجنوبية الشرقية 32-21، والبادية الشرقية أجواء حارة 38-24 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء صيفية عادية، تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 32 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 31-21، والمرتفعات الجنوبية 28-19، والأغوار البحر الميت 39-40 العظمى، والصغرى بحدود 28 درجة مئوية، وأجواء حارة، أيضا أجواء حارة في العقبة 41-29، والبادية الجنوبية الشرقية 33-21، والبادية الشرقية أجواء حارة 39-24 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء صيفية عادية، تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 30-22، والمرتفعات الجنوبية 29-19، والأغوار البحر الميت 40-41 العظمى، والصغرى بحدود 30 درجة مئوية، وأجواء حارة، أيضا أجواء حارة في العقبة 42-29، البادية الجنوبية الشرقية 33-22، والبادية الشرقية أجواء حارة 39-25 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، المناطق الشمالية 35 العظمى والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 32-22، والمرتفعات الجنوبية 30-29، والأغوار البحر الميت بحدود 42 درجة مئوية العظمى والصغرى بحدود 30، وأجواء حارة، أيضا أجواء حارة في العقبة العظمى 43 والصغرى 30، حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 34-23، والبادية الشرقية أجواء حارة العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الخميس استمرار الأجواء الصيفية العادية إلى حارة نسبيا في بعض الأماكن، تبقى درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل، العظمى في المناطق الشمالية 35 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 31 العظمى والصغرى 23، المرتفعات الجنوبية 30-21، والأغوار البحر الميت 42-31، وأجواء حارة، أيضا أجواء حارة في العقبة 43-31، وأجواء حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 34-25، وأجواء حارة في البادية الشرقية 41-26 درجة مئوية. يوم الجمعة أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها، تظهر بعض السحب في المناطق الشمالية، والمناطق الشمالية العظمى المتوقعة 34 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 31-23، والمرتفعات الجنوبية 30-21، والأغوار البحر الميت 41-42 درجة الحرارة العظمى والصغرى بحدود 31،
وأجواء حارة، أيضا أجواء حارة في العقبة العظمى المتوقعة 42 والصغرى 31، البادية الجنوبية الشرقية 33 إلى 24، والبادية الشرقية أجواء حارة 39 إلى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع